السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقع وي برنامج بيتسطب وموجود برضو على الموبايل اسمه بيرلي. هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكتر من ذكاء اصطناعي في نفس الوقت. يعني في بالذكاء الاصطناعي مثلا بيعمل تلخيص، هو برضو بيعمل نفس الفكرة، ممكن يعمل لك ايمج جنريشن، تدي الوصف هو يبدأ يعمل لك الصور. تمام، عايز اللي هي الحاجات بتاعت الشات الموجودة فيه، عندك مثلا حاجة عايز تصلحها الجرار بتاعها فيها مشكلة يبدأ يصلحها لك. في ادوات للكتابه رايتنج تولز، يقدر يعمل لك حاجات تنشرها في المدونه بتاعتك. تمام، وزائد ان هو نفسه لما جيت سطبته راح قايل انا هسطب لك ادنس كده هديه في جوجل كروم، فبقت موجوده دي، بتعمل حاجات كتيره في حاجه واحده. تمام، ديت لو انت عندك اي حاجه في اليوتيوب ممكن تقول له لخص لي اليوتيوب، قول لي بيتكلم عن ايه، بدل ما تقعد تتفرج ساعتين ثلاثه، لا هتقول له اديني الملخص. تمام، يروح جايب لك الملخص للفيديو ده مثلا في 10 سطور. ممكن تقول له لا زود لي، ممكن تقول له لا قلل لي، انا عايزها في سطرين، وهكذا. في مثلا امازون يبدا يجيب لك الريفيو للحاجه دي، هل ايه المزايا وايه العيوب اللي موجوده فيها. تمام، لو عندك مقاله كبيره يقدر ان هو يدخل ويلخصها لك. لو انت عايز تكتب اي حاجه يبدا ان هو يعني يجهزها لك، مجرد ان انت كتبت مثلا جزء صغير تمام في البلوجر بتاعك او الورد بريس يبدا ان هو يكتب لك كل الحاجات دي. فانت بتسطب اداه واحده، لكن بيبقى عندك زي ما بيقولوا كده ايه يعني هيبقى عندك الذكاء الاصطناعي كله كذا اداه في نفس الاداه. اهيت هتقول له مثلا انا عايز سيلكت برومت، تمام، عايز رايتنج ولا ريدنج ولا ماركتنج ولا شات ولا عايز تكون صورة، طيب عايز تعمل ايه؟ يبدأ مثلا كات رايدنج كار. لو تبقى حاجة غريبة بتجرب اكتر من مرة ممكن تعمل AI enhance. تمام، وتقول له run، فبدأ يعمل لك الصور بالشكل دوت. فتقدر انت ايه تشوف افضل صورة، وهو بيستفاد من ان انت فضلت الصورة ديت، ويبدأ يقترح اقتراحات اخرى. ممكن تقول له انا عايز شوف بقى انت مثلا شات جي بي تي، انت ممكن يكون مش مسموح عندك في الدولة اللي انت فيها، فهتقول له انا عايز ابدأ ان انا اعمل شات. تمام، هتكتب ايه مثلا؟ قول له مثلا مساحة روسيا. تمام، رن. تمام، جاب لك مساحة روسيا بالضبط. تمام، فانت خلاص بقى عندك هنا اكتر من اداة تقدر ان انت تستخدمها على طول. ماي برومتس لو انت في حاجة استخدمتها، شات تقدر تعمل شات، لو انت answer any question about the text تبدأ تحط الأسئلة اللي عندك هو يبدأ يغششك. فأداة جميلة جدا، فيها حاجات كتيرة وفي نفس الوقت هو تقريبا بيديني 4000 أو جو برو تبدأ ان انت تشتري بعد كده. وتقدر تيجي من هنا تقول له انا عايز اتعامل مع جي بي تي 4 مش جي بي تي 3. تمام، فيديك نتائج المفروض انها تكون ادق واحسن، وكل اللي انت عملته قبل كده محفوظ، ما فيش حاجه اتلغت. تقدر انت تيجي وتقدر تعمل اديت او تعمل ديليت للحاجه لو انت عايز تلغيها او عايز تعدل عليها.